بلازما الدم هي السائل المكون للدم الحامل لخلاياه المختلفة وللصفائح الدموية، حيث يفصل السائل الغني بالبروتينات والعناصر المغذية والفيتامينات والأملاح المعدنية عن الخلايا من خلال أخذ عينة دم صغيرة من الشخص الذي يجري علاجه ووضعها في جهاز الطرد المركزي الذي يدور بسرعة عالية، وتفصل هذه العملية الصفائح الدموية عن مكونات الدم الأخرى، ثم يحقن تركيز الصفائح الدموية في المنطقة التي تحتاج إلى علاج. يعد حقن البلازما من الوسائل العلاجية الحديثة التي ظهرت قبل فترة بسيطة، حيث أشارت بعض الأبحاث إلى فوائدها الجمة في بعض الحالات، فيما توصلت أبحاث أخرى إلى عدم فائدتها من دون أن تثبت ضررها. تطورت استخدامات البلازما نحو مزيد من ميادين العلاج، حيث بدأت الحقن كعلاجات لمشاكل الشعر مثل ترقق الشعر وتساقطه والصلع الوراثي وزيادة كثافته ومعالجة الثعلبة، فضلا عن علاج لمشاكل البشرة، حيث تساهم البلازما في معالجة آثار التقدم في العمر والتجاعيد وترهل البشرة واستعادة نظرتها والتخلص من الهالات السود حول العينين. استخدامات حقن البلازما تطورت لاحقاً لتصبح من أبرز العلاجات الناجحة لمشاكل التهاب الأوتار وأوجاع المفاصل والغضروف من خلال سحب البلازما من جسم المريض وإعادة حقنه بها مرة أخرى.